سيدي الكرام، صباح النور عليكم في هذا الصباح. الله يسعد الصباح، جمعة مباركة إن شاء الله. نتمنى لأن هذا يوم الجمعة يدخل عليكم بالصحة والعافية وطولة العمر إن شاء الله. تشوفوا مشاهدينا الكرام الدردشة الصباحية بطعم أو دردشة بطعم الصباح، غادي تكون حول مباراة القمة، مباراة كأس العالم للأندية ما بين الوداد الرياضي البيضاوي والأهلي السعودي. مقابلة ماشي سهلة، مقابلة غادي تكون جد صعبة. شنو التوقعات ديالكم مشاهدينا الكرام؟ واش فريق الوداد الرياضي البيضاوي غادي يحقق المستحيل وغادي يحقق الانتصار، ام ان الانتصار سيكون صعبا على فريق الوداد الرياضي البيضاوي، خصوصا على ان الاهلي السعودي، عفوا الاهلي، فريق الاهلي السعودي عنده عدد من اللاعبين اللي اجانب، لاعبين اللي جاوا من دوريات اخرى باش انهم التحقوا بالدوري السعودي والتحقوا بالهلال السعودي. وغادي تكون مقابله اللي ما غاديش تكون سهله ما بين فريق الوداد وفريق الاهلي السعودي. فريق الوداد بطل افريقيا، يعني هو اللي خدا درع البطوله الوطنيه. مقابله غادي تكون عنده جد صعبه، جد صعبه مشاهدينا الكرام، مقابله ماشي سهله، لكن اكيد حنا عندنا الثقه في ابناء الوداد الرياضي البيضاوي، عندنا الثقه في القلعه الحمراء، انا تنسميها القلعه الحمراء، القلعه التاريخيه، القلعه وداد المقاومه، وداد اللي ما غاديش ترضى بالهزيمه، وخصوصا وعلى ارض ارض الوطن وايضا امام الجماهير المغربيه. فاكيد واكيد جدا مشاهدينا الكرام ستكون مقابله ماشي سهله، ستكون مقابله قويه قويه بزاف مشاهدينا الكرام. ما يفوتنيش ايضا لاننا خصنا نذكروا يعني بعض النقاط الاساسيه مشاهدينا الكرام على قناه الشعب، قناه شوف تي في. فريق الوداد دائما فاش يلعب يعني على كبريات في كبريات البطولات او يعني الدوريات الكبرى على المستوى لا الافريقي ولا المستوى الاقليمي او المستوى العربي وكذا، تظهر بوجه اخر وباداء اخر. فريق الوداد اذا كانت هالسنه على مستوى البطوله الوطنيه يعني ظهرت في هذه بدايه الموسم يعني بواحد المستوى اللي ضعيف، وضعيف يعني ماشي من المستوى كما عهدنا الوداد في السنوات القليله الماضيه، اكيد على ان غدا في كاس عالم الانديه في عاصمه الرباط، غادي نرجع على التنظيم في عاصمه الانوار الرباط، اكيد مشاهدينا الكرام فريق الوداد غادي يحقق واحد المقابله ماشي يدير واحد المقابله ماشي سهله. اكيد مشاهدينا الكرام غدا في مركب مولاي عبد الله بعاصمه الانوار الرباط غادي تكون مقابله قويه على المستطيل الاخضر، واكيد واكيد جدا على انه غادي تكون يعني مقابله اخرى في المدرجات. اكيد لان الوينرز ستكون حاضره، اكيد ان الجماهير الحمراء، جماهير القلعه الحمراء غادي تكون حاضره من كل حدب وصب، من مختلف بقاع، من كل مختلف المدن المغربيه من طنجة الكبيرة ومن مختلف بقاع العالم، وداديو العالم ايضا حاضرون بقوه في كاس العالم الانديه. الوداديين جاوا من فرنسا، من ايطاليا، من اسبانيا فقط باش انهم يسيبورتيو فريق الوداد الرياضي البيضاوي امام فريق الاهلي السعودي. يعني مقابله مقابله ستكون يعني ماشي سهله مشاهدينا الكرام، مقابله غادي تكون جد صعبه مشاهدينا الكرام، مقابله غادي تكون يعني بواحد الطعم
بطعم الكره، بطعم ما نشوفوا غير الكره مشاهدينا الكرام، ما نشوفوش شي حاجه اخرى، نشوفوا غير الفوتبول غدا ان شاء الله. اكيد دابا رجع لكم غادي نرجع لواحد النقطه، والنقطه اللي هي اساسيه انا نعتبرها نقطه اساسيه المتمثله في في التنظيم. اكيد مشاهدينا الكرام، عاصمه الانوار ومركب مولاي عبد الله سيكون غدا تحفه فنيه، وغادي تشوفوا غادي تتبعوا معنا على قناه الشعب، غادي نشوف تماما من البدايه الى النهايه على ان المركب مولاي عبد الله اضحى تحفه فنيه في انتظار هذه المقابله الهشكوكيه ما بين فريق الوداد الرياضي البيضاوي وفريق الاهلي السعودي. يعني غادي تكون واحد تنقولوا مقابله يعني ما يمكنش الوصف ديالها، وايضا مساله ديال التنظيم غادي يكون تنظيم معايير دوليه في عاصمه الانوار الرباط. ما نهضروش على التواجد الامني والتامين ديال هذه المقابله وديال جنبات الملعب، اكيد على ان يعني الصاهرين على تامين هذه المباراه بجدوا في الاجواء اللي جميله وروح رياضيه، خصوصا ان الجماهير المغربيه جماهير مضيافه، وفي احداث بحال هكا وفي احداث يعني دوليه نكون دائما جسدا واحدا. وراكم شفتوا مشاهدينا الكرام يعني الجماهير في طنجه والجماهير المغربيه اللي مشات من القويره الى غايه طنجه الى غايه البوغاز باش انها تحضر الافتتاح ديال كأس العالم الأندية والمباراة الافتتاحية بين أوكلاند سيتي والأهلي المصري. الأشقاء المصريين تحية لهم من هذا المنبر، وأيضا السعوديين غدا عندنا مقابلة ماشي سهلة الوداد، ولكن غادي تكون ما بين الأشقاء فيما بينهم الأشقاء العرب، فقد تكون مقابلة يعني مليئة بالحب، مليئة بالاحترام، مليئة بالروح الرياضية. هذه هي الجماهير المغربية ببساطة مشاهدينا الكرام. مسألة ديال التنظيم سأعود إليها أيضا. عاصمة الرباط عهدنا في عاصمة المملكة المغربية الرباط على حسن التنظيم، على حسن يعني التنظيم بواحد الطريقة يعني احترافية، وأكيد مشاهدينا الكرام على قناة الشعب قناة شوف تيفي أنه ستكون يكون تنظيم يعني احترافي لهذا العرس الكروي غدا. غدا الوداد غادي يتقدم لنا مباراة كبيرة وعندنا الثقة فيها، وايضا عندنا ثقه في عندنا ثقه وثقه كبيره في الجماهير المغربيه اللي غادي تخلق الفرجه في عاصمه الانوار الرباط. غدا المغاربه كامله من طنجه، المغاربه كاملين من طنجه الى القويره سيتجهون الى المركب مولاي عبد الله بعاصمه الانوار الرباط باش يشجعوا فريق الوداد الرياضي البيضاوي في هذا العرس الكروي، في هذا المونديالتو ديال كاس العالم الانديه. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي في، نتمنوا حظ اوفر للوداد، نتمنوا الوداد الرياضي البيضاوي غدا تحقق المستحيل وتحقق الفوز وتحقق بطاقه العبور الدور الموالي. نتمنوا فريق الوداد غدا يسحق الاهلي السعودي، رغم اننا نعتبرهم اشقاء، لكن هذه هي الكره، والكره الكره يعني ما فيهاش يعني فيها روح رياضيه نعم، ولكن خاص ضروري منتصر او منهزم. نتمنى على ان الانتصار يكون حليف فريق الوداد الرياضي البيضاوي. القلعه الحمراء غدا ستكون مسدا منيعا امام هجوم فريق الاهلي السعودي. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الشعب، كي قال لي محسن عربوشي في كومونتاشو ومربوحه ان شاء الله، اكيد مربوحه ان شاء الله، فالمغاربه غدا ان شاء الله كلهم وداديون، كلهم مع القلعه الحمراء، كلهم حمراء وبيضاء، كلنا غدا حمراء وبيضاء من عاصمه الانوار الرباط. حتى ساكنه الرباط ستشجع كل وجدانها ممثل المملكه المغربيه للوداد باش نشوفوا ان شاء الله فريق الوداد ينتصر على فريق الاهلي السعودي وكيمر الدور الموالي. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تي في، صباحكم مبروك، وديما يعني مغرب وعاشت المملكه المغربيه. نتمنوا النصر يكون حليف الوداد اليوم غد ان شاء الله في مقابله جد قويه بعد الزاويه مع الثلاثه مع ضد فريق الهلال السعودي. تحيه للاشقاء السعوديين، ولكن
إن شاء الله النصر سيكون حليف ممثل المملكة المغربية الوداد الرياضي البيضاوي.